الحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من أبها مراسل الإخبارية عبد الرحمن السميري. أهلا بك معنا زميلي عبد الرحمن. عبد الرحمن، يحدثنا أكثر عن هذه الفعالية. نعم نعم، مساء الخير جلنار، مساء الخير أيضا المشاهدين الإخبارية الكرام، تحايا طيبة ننقلها لكم من منطقة عسير وبالتحديد من المدينة الجامعية لجامعة الملك خالد. كاول ظهور تلفزيوني من هذه المدينة الهائلة والمميزة. اليوم نتحدث عن هذه البادرة، والتي نتحدث عن تدشين مميز لجانب مبادرات مميزة في التسجير في منطقة عسير، واللي ننقل من خلالها جهود جامعة الملك خالد ومبادراتها المختلفة تجاه البيئة. بالتأكيد الحديث حول هذا الجانب، أنا أستضيف معي الدكتورة رحمة الشهراني، وهي مديرة مركز البحوث والدراسات البيئية والسياحية بالجامعة. حياك الله دكتور رحمة. اليوم جهود كبيرة تقدمها جامعة الملك خالد، جهود أيضا في جانب البيئة، ودي لو تحدثين عن هذه المبادرة أكثر. أسعد الله مساءكم بكل خير، شاكرين لكم كريم الإضافة. اليوم نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية فعالية تشجير 2021، واللي جاءت تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، واللي السنة هذه كان شعاره هو استعادة النظام البيئي، حيث أن التشجير والغطاء النباتي هو من أهم مكونات النظام البيئي وزيادة الرقعة الخضراء. بالتالي كان من المهم إقامة هذه الفعالية تحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي، تزامنا مع هذه المناسبة وتشجيعا للوعي البيئي. نتحدث أيضا عن جانب العودة أو البدء التدريجي في حضور الإدارات لهذه الجامعة وهذه المدينة الجامعية الرائعة. نتحدث عن أهداف هذه البادرة اللي أعتقد أنها جاءت في وقتها المناسب، حدثينا عن هذه الأهداف. صحيح، أهداف المبادرة حقيقة هي جاءت لمساعدة بشكل كبير في استعادة النظام البيئي، وكما هو معروف أنه التشجير يعمل بشكل كبير على استعادة الغطاء النباتي، تثبيت التربة في مواقع التشغيل الحالية، وذلك بالانسجام في المنظومة الكاملة في كل مراكز التشجير الموجودة في جامعة الملك خالد في المدينة الجامعية بالفرعة، بالتالي يعمل على تقليل التلوث البيئي الموجود والمساهمة في استعادة النظام البيئي بشكل مجمل لتنمية الغطاء النباتي الموجود في المدينة الجامعية. نتحدث أيضا عن دوركم الأكاديمي وأيضا دوركم الميداني في هذا الجانب، دوركم مجملا في توعية كافة أطياف المجتمع تجاه هذه البادرة. حقيقة فعالية التشجير اليوم وفعاليات كلها اللي تقام في منطقة عسير بصفة عامة في كل ما يهتم بالقضايا البيئية له دور كبير في التوعية البيئية، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع بشكل كامل، حيث أنه يؤدي لرفع الوعي بأهمية القضايا البيئية، استدامة النظام البيئي وحصول التوازن البيئي والنظام البيولوجي بشكل عام، لنحصل على نظام بيئي صحي لنا وللأجيال القادمة بإذن الله. دكتور، لو نتحدث عن أنواع النباتات المستعملة، رأينا أنواع مختلفة، لو تحدثين عن هذه الأنواع أكثر. حقيقة هو تم استخدام هذه الأشجار والشجيرات، تم استزراع اليوم 300 شجرة وشجيرة، كل هذه الأشجار تم اختيارها بناء على النباتات المحلية الموجودة في منطقة عسير، أضف إلى ذلك اخترنا نباتات الزينة الملائمة لبيئة منطقة عسير حيث نضمن استدامة هذه الأشجار حاليا وفيما بعد مستقبلا عند افتتاح المدينة الجامعية. سؤالي الأخير، يعني دوركم في تجاه المجتمع أيضا رسالتكم للمجتمع، رسالة جامعة الملك خالد ممثلة بإدارتكم تجاه المجتمع وتجاه أيضا البيئة. تمام، حقيقة بهذه المناسبة اليوم العالمي للبيئة دائما ندعو إلى الاهتمام بكل ما يخص القضايا البيئية، سواء بالذات فيما يخص مشاريع التشجير، مهم جدا أن كل واحد يبدأ بمشاريع التشجير سواء من المنزل، الشارع المقابل، إلى المدن الجامعية، المراكز الصحية، المراكز التعليمية، كل شجرة تزرع تساهم بشكل كبير في استعادة الغطاء النباتي وبالتالي استعادة المنظومة البيئية كاملة. دكتور رحمة الشهراني، وأنت تتواجدين معنا هذا اليوم حول هذا الموضوع، سعيدين بظهورك معنا عبر شاشة الإخبارية، وبالتأكيد جهودكم واضحة. شكرا، الله يعطيكم العافية، شاكرين لكم حضوركم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. إذا جلنار ومشاهدي الإخبارية الكرام، هذه هي الجهود التي تقدم في جامعة الملك خالد وبالتحديد في المدينة الجامعية بالفرع، كأول ظهور تلفزيوني في هذا الجانب. الحديث حول هذه المبادرة المميزة من قبل جامعة الملك خالد، ونؤكد دائما بأن هذا ما جعلنا نتواجد هذا اليوم لنقل هذه يعني الفعالية وهذه المبادرة المميزة والمختلفة. نعم، إذا كان معنا من أبها مراسل إخبارية عبد الرحمن سمير، شكرا لك زميلي عبد الرحمن ولضيفتك الكريمة.